القرار بهكذا سرعة مخالفة للإجراءات اللي كنا نتبعها. الجميع علم بأن مفوضية الانتخابات قد قصرت في أدائها، وهنالك قضايا في الحكومة التنفيذية لا زالت باقية. هذه القضايا طالما باقية في قيد التحقيق، لذلك نحن نشك بنزاهة هذه المفوضية في الاستمرار من عملها. نحن مكونات كركوك من التركمان والعرب لن نشارك في أي انتخابات قادمة مع هذه المفوضية.